السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، وياكم أخوكم عادل عبد الله. بهذا الفيديو راح نشرح عن شلون نحصل رقم أمريكي نفعل على الواتساب ونفعل على التليجرام ونفعل على حتى نسوي على حساب حتى فيسبوك، ما بي أي مشكلة. وتقدر تتصل داخل أمريكا لأي رقم مجانا، يعني هذا الرقم كلش راح يفيدكم حتى بالاتصال بدعم أبل أو دعم جوجل لداخل أمريكا، وحتى يفيدكم ببوست شيبر، المواقع اللي عندها رقم امريكي تصل بيهم مجانا. هاي واجهة التطبيق، نجي على طريقة التسجيل ونشرح شلون نحصل الرقم الامريكي. هذه واجهة التطبيق، طبعا التطبيق موجود للنظامين وتحمله من الابل ستور وجوجل بلاي، وبعدها طريقة التسجيل راح نشرحها هسه حاليا. هذه الواجهة الرئيسية، نضغط على ساين اب تسجيل حساب ويا الجوجل ويا الفيسبوك ويا الايميل ويا الابل اي دي مالتك اذا عندك ابل اي دي. فانا راح اسجل ويا الايميل مالتي، تخلي هنا ايميل خاص بيك، مثلا على سبيل المثال هنا تخلي باسورد خاص بيك، هنا تسوي ساين اب. الطريقة سهلة كلش، وهذا رقم يعني يفيدكم بهواي شغلات، حتى يفيدكم بأكثر شيء بالتحدث مع دعم الشركات الأمريكية تحكيهم، لأنه هذا الرقم من تتصل داخل أمريكا مجانا بدون أي مبلغ وأي رصيد، وتقدر تفعل على الرقم واتساب وتليجرام وفايبر وكافة المواقع التواصل الاجتماعي. هنا يقترح عليك مجموعة اقتراحات، إذا أنت تريد رقم ولاية معينة مثلا ولاية دالورث، ادوس هنا هاي المفتاح مال ولاية دالورث، راح تعطيني مجموعة ارقام ولاية دالورث، الرقم الاول بفلوس الرقم الاخر مجانية. راح اخذ هذا الرقم واسوي كونتينيو، هنا سكيب ناو، هنا حصلت على رقم شغال 100%. انا مبدئيا مسوي فيسبوك على هذا الرقم، او بالاحرى لقيت شخص مسوي فيسبوك على هذا الرقم، فشوفون الرقم انه كان عليه فيسبوك، فصراحة هملته انه ما عرفت انه عليه فيسبوك. فالرقم انا مجربها بالتليجرام بالفيسبوك بالواتساب، مرات الواتساب شوية صار نحس ما يقبل الرقم، بس بيغلب الاحيان يفيدكم باستخدامات البرامج التواصل الاجتماعي، وانا استخدمه شخصيا يعني مرات صار عندي مشكلة باجهزة ابل، اتصل بالدعم اللي بامريكا وبيساعدوني كأنما مواطن امريكي لانه الرقم امريكي. طبعا نصيحة، هاي اذا اخذتها بعين الاعتبار او لا، اذا عندك حساب باي بال لا تربطه بهذا الرقم، لانه يواجهك مشكلة بعدين ويصير لك يعني مثل ما صارت وياي، لانه رقم حتى شغال على موقع الباي بال. فبنهاية الفيديو ميت عندنا نشكركم واشكر كل من يتابع قناتي، اتمنى استفادتوا من الفيديو، اتمنى تدعموني بالاشتراك بالقناة وتسوون لايك للفيديو. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، كان ياكم اخوكم عادل عبد الله، ومع الف سلامه.